أستاذ نبيل. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله كل وبركاته. سنة وانت طيب والعود عليك الأيام بخير. وعلينا وعليك وكل أحبابك يا رب وكل أنا أحبابك. راجل عندي 65 سنة وأكبر واحد في إخواتي. طيب. إخواتي مؤاخذة ورثوا أبويا. وجيت أنا آخد حقي ما رضيش ياخدوني، طحت على مقضية اسمها فرز وتجنيد. طيب صح. إيه رأيك في الأخ اللي بيلاحق أخوه عايز ياكل أخوه؟ اقول لحضرتك على طول، اقول لحضرتك اصلح حالك، انا تعبان. ما تتعبش، انا عايز اسالك سؤال. انت مش ربنا سبحانه وتعالى كرمك وان شاء الله ربنا يفتح عليك وتاخد حقك؟ ايه المشكله؟ اخوك غلط واخوك غلط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. وقالوا ازاي يعني؟ قال انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصله. فتوكل على الله ويعني وخلي المسائل دي، بدل وصل لك حقك سامح. لكن بتقول لي ايه رايك في الاخ اللي بيعمل كده؟ الله سبحانه وتعالى جعل اكل اموال الناس بالباطل باب من ابواب النار، وحضرة النبي راح قال كده بالتفصيل، قال فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له قطعه من النار، فليأخذها او ليدعها. فالامر بيزداد سوءا كمان، يعني في بعض الاحيان الامور تزداد سوءا إذا كان الكلام ده متعلق بالأقربين، فيتحول من معصية إلى كبير. فلذلك لازم نتقي الله سبحانه وتعالى. إحنا مش بحمل كده، إحنا مش حمل إن إحنا نفتح على أنفسنا أبواب النيران للا شيء. على فكرة الفلوس دي لا شيء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أنت أيها الأخ العزيز مش هتتحمل إن أنت تكون معرض لإن أنت تكتكب نار مضاعف لأنك مش ارتكبت كبيرة مع الناس، لكن ارتكبت كبيرة كمان وقطعت رحمك وعملت أشياء مليئة بالسوء. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تفعل هذا، وربنا يصلح ذات البين يا رب العالمين. يا رب اجمع السيد نبيل وأخوه يا رب على المحبة والمودة وصلة الرحم ورضاك يا رب العالمين. نعم.